عادة خطيرة يمارسها الكثير من الناس تسبب أمراضا مزمنة كالسرطانات وأمراض القلب والسكري والفشل الكلوي ومشاكل الكبد. تقتل سنويا 5 ملايين إنسان، الكثير منهم شباب في عمر الزهور. هل عرفتم ما هي؟ لا، ليست تعاطي المخدرات ولا إدمان الكحول ولا حتى التدخين. العادة السيئة هي الجلوس لوقت طويل. لا تستغربوا، فالإنسان لم يخلق ليبقى جالسا بل ليتحرك باستمرار. أجسادنا مصممة للحركة، ففيها 360 مفصل و700 عضلة هيكلية تتحكم بالعظام لتمنحنا حرية الحركة بسلاسة. الدورة الدموية لا تسير بسلاسة إن لم نتحرك، وسلامة أعصابنا تتأثر بالحركة، وجلودنا مصممة لتتمدد وفقا لحركاتنا. ببساطة، كل جزء من أجسادنا مهيأ ليتحرك لا ليبقى ساكنا. ما الذي سيحصل إن تخلينا عن الحركة؟ أول المتضررين هو عمودنا الفقري. هو عبارة عن عمود طويل من فقرات عظمية مثبتة بأقراص غضروفية ومحاط بعضلات ومفاصل وأربطة. حين نجلس فإننا نحن ظهورنا للأمام ونرجع أكتافنا للخلف. الخطير في وضعية الجلوس تلك أنها تضع ضغطا غير متساو على عمودنا الفقري. مع الوقت يتسبب ذلك بتلف وتآكل الأقراص الغضروفية، مسببة إجهادا للأربطة والمفاصل والتواء للعضلات نتيجة تمددها أثناء الجلوس بوضعية انحناء الظهر. الجلوس بانحناء يضيق القفص الصدري فيضغط على رئتين فيمنعهما من الامتلاء بالأكسجين، وتلك مشكلة كبيرة لأن الجسد لن يحصل على الأكسجين الكافي لضخه في الدم. التأثير السيء للجلوس لا يقف عند هذا الحد، فالعمود الفقري محاط بنسيج طري من الأوردة والشرايين والأعصاب التابعة للعضلات، وعند الجلوس ينضغط ذلك النسيج الضعيف ويتحمل وزنا أكثر مما يستطيع، فلا يستطيع الدم العبور عبر الشرايين والأوردة ولا تصل الإشارات العصبية، ويؤدي ذلك للشعور بالتنمل والخدر وتورم الأطراف، وهو أمر مزعج. لكن الأسوأ أن يعطل بروتينا يسمى بروتين ليباز، وهو مسؤول عن تحطيم الدهون في الدم. وعند الجلوس فإن الجسم يتخلص من الدهون بسرعة أبطأ بكثير. للجلوس تأثيرات خطيرة على الدماغ، فبالرغم من أننا نحتاج أدمغتنا حين نجلس من أجل العمل أو الدراسة، لكن الجلوس لا يخدم ذلك الهدف أبدا. فالجلوس يبطئ سرعة دوران الدم ويقلل الأكسجين الذي يحتاجه الدماغ ليعمل بكفاءة، ما يؤدي لضعف التركيز وإبطأ عمليات الدماغ. وجد العلماء أن الجلوس لفترات طويلة مرتبط بأمراض خطيرة جدا كالسرطانات وأمراض القلب، ويساهم بزيادة فرص الإصابة بالسكري والفشل الكلوي ومشاكل الكبد. الدراسات أثبتت أن الخمول هو المسؤول عن 9% من الوفيات في العالم، أي أن 5 ملايين شخص سنويا يموتون بسبب الجلوس. لحسن الحظ هناك العديد من العادات الحسنة التي تقلل خطورة الجلوس، فعندما تجلس إياك وحدب ظهرك للأمام وحافظ عليه منتصبا، وحاول أن تقف وتتحرك ولو لدقائق قليلة كل نصف ساعة. وحين لا تكون مضطرا للجلوس فمن الأفضل أن تتحرك، وتذكر دائما أن جسدك خلق ليتحرك لا ليبقى خاملا. وبما أن هذا الفيديو انتهى فننصحك بالتوقف فورا وممارسة الرياضة، ولكن بعد أن تشاركه مع من تحب ليستفيدوا منه أيضا.